يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الداعي يرفع يديه إلى السماء، لكن قد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استسقى جعل بطون كفيه مما يلي الأرض، فكيف يوجه هذا؟ إيه، رفع يديه إلى السماء، لكن بالغ في الرفع حتى يخيل إلى من يراه أنه جعل بطونها إلى الأرض من شدة الرفع، لا أنه قلبها إلى الأرض. نعم، لكن يخيل إلى من رآه من شدة الرفع أنه قلبها إلى الأرض. نعم.